يلا نشوف فقاعات الأشكال هذه كيف يلعبونها. نجربها. أيوة والله حلوة. طلع أشكال. لحظة. أيوة الحركة دي. بس لازم نطبق الأشكال كلها. بشوف أنا شلون ترسم. أيوة كذا. خلاص كذا. أيوة والله حلوة ذي. بس هي ما أدري هي تركب هنا ولا شلون. نجرب هذه النجمة. لحظة. هذه ما ضربت ليه. أيوة شوف شوف والله حلو. صدق طلع أشكال. هذا وشي بعد؟ والله ما أدري. الدعوة فيها كثير حركات. خلينا نجرب هذا. هذا أنا كذا عجبتني. نرسم هذه بعد ثاني مرة. اي لازم اقربها. تجي معها مويتها. في موية لحالها برضو. في علب كبيرة وفي علب صغيرة. وبسم الله ناخذ جولة كاملة على قسم الألعاب في محل كل شيء الرياض النسيم الغربي. الرابط في البايو أو الوصف. هذه هنا بالون النانو لوفي، كرة المروحة أو الطيارة، ون بيس، ون ديز. إذا بتكلم بيطول المقطع كثير فأنتوا شوفوا. أغلب الأصناف هذه أنا مصورها لحالها بالحساب، فالله لا يهينك كذا تاخذ فرة. هذه هنا السلايم، سلات الفواكه، رولات الألوان، شنط الألوان، ألعاب الخرز والأوربيز، سجادة تعليم الصلاة، الألوان، ألعاب التحديات، ألعاب الشخصيات. هذه جميع أنواع الأوربيز. هذه هنا سيارات المايستو الصغيرة وفي الكبيرة، وفي أشكال منها عند الصندوق. هذه هنا الأوربيز. خلينا نرجع كذا عشان يكون واضح. اللعبة التعليمية، الفيسات، البازل، الشخصيات، طيارات الدرون، النفاثة، الخدعة، الشيبس. وهذه هنا السيارات الريموت واللي بدون ريموت. في أشكال كثيرة وأصناف أنا بمشي عليها شوي شوي وانتو شوفوها. في أشكال كثيرة مرة. في هيلوكسات، شاصات، بهبهاني، كل شيء موجود إن شاء الله. هذه هنا سيارات المايستو 18 و24. هذه سيارات باتمان، جميع أنواع السيارات متوفرة. هذه هنا السيوف، بوكسات الخرز، السيوف الحديد والبلاستيك بجميع أنواعها، ومصورة بالحساب جميع موديلاتها. هذه هنا الألعاب القطنية، وهذه هنا الموية حقت الفقاعات. في اللي زي كذا وفي ليجي جيك. هذه هنا الهاكي واكي، الحصالات والهاكي واكي اللي شقلب. في الشنطة، في الشنط، الاكس او بجميع أنواع البلاستيك والخشب بجميع مقاساته. في الدجاجة بعد. هذه هنا الاكس او. هذه هنا النبتة العجيبة، السكوترات،
سيارات الأطفال، منفخ البالونات، الأحصنة، خروف اللاما، هذه هنا الكلبشات والأقنعة، والملابس المهنية، هذه هنا السكوترات وسيارات الأطفال، وفيه اللي تجي شحن الكهربائية في شكل دباب وفي شكل سيارة، سلات التسوق، نظارات السباحة، الخيمة، وفيه اللي على شكل سيارة الكبيرة، هذه اللي على شكل سيارة، هذه هنا سلات التسوق والطارات، الدريفت، هذه هنا المسابح، هذه هنا الزلاجات الأربع كفرات، هذه هنا الكور بجميع أنواعها في أشكال كثيرة، هذه هنا المراجيح في البلاستيك وفي اللي تجي حديد، الشمسيات أو المظلات، في الشفاف، في الملون حق الأطفال. يلا ناخذ الممرين هذول على السريع لأنه ما مرينا عليهم. هذه هنا حجرة ورد مقص، عصار البالون، وهذه هنا في هنا حقات المصارعة، البوكسينج، والألعاب الظهر أمامكم. نطيطة، هذه هنا نكمل جولتنا على قسم الألعاب في محل كل شيء الرياض النسيم الغربي. الرابط في البايو أو الوصف. هذه هنا السكوشي، في أشكال كثيرة من السكوشي بنمر عليها ومصورة بالحساب، وهذه هنا التعليقات الصغيرة الشخصيات، هذه هنا تكملة للسكوشي، هذه التعليقات الصغيرة. نكمل هذا الممر على السريع، والله شكلنا بنكمل الفيديو للآخر. الفراشة، ما عندي يكفي لأنه باقي ممر كامل. ألعاب الرمل، التوت باق، باقي اللون الأبيض فقط، الببليد، شنط الببليد، وفي الألعاب الببليد، جميع المقاسات متوفرة. يلا ناخذ الممر هذا، هذه هنا ألعاب اليد، الطرطعان، وهذه الماينكرافت، أساور الكريستال، علب الإكسسوار، شنط الدكتورة، هذه هنا العربيات، ألعاب المطبخ، في أشكال كثيرة مرة على الجهتين بنمر عليها إن شاء الله. هذه هنا ألعاب المكياج، غسالة، الميكروويف، هذه هنا ألعاب المكياج والبوكسات بجميع أنواعها وأشكالها، شنط الألمنيوم، الشنط العادية، كلها متوفرة إن شاء الله. السكوشي، اللعبة المائية، التعليقات الكبيرة، في شخصيات كثيرة وأشكال ومصورة لحالها، هذه هنا تكملة للسكوشي، وهذا هنا الممر الأخير، هذه فيه هنا ألعاب المكياج والعرايس، العرايس الصغيرة والعرايس الكبيرة، ألعاب المناكير، والعرايس الصغيرة هذه بعد هنا الكيوت، والبيبيهات، في أشكال كثيرة وأنواع، العرايس اللول، اعذرونا طولنا عليكم. محل كل شيء الرياض النسيم الغربي، الرابط في البايو أو الوصف.